بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن فائدة الذكر، ذكر الله. أثبتت عدة دراسات إسلامية وأمريكية أن التفكير بالله تعالى يخفف من الآلام، ووجد الباحثون أن الإنسان الذي يؤمن بالله ويعتقد بأن الله تعالى قادر على شفائه يكون أكثر تماثلا للشفاء من الملحد الذي لا يعتقد بوجود الله. قد أوضحت الدراسات أن شكل الموجات الصادرة عن الدماغ يتغير أثناء التفكير بالله عز وجل، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة ذكر الله أثناء المرض والدعاء، وهذا يساعدهم في الشفاء خاصة الأمراض المزمنة. كذلك تبين للباحثين أن ذكر الله ينظم إفراز الهرمونات ويحسن أداء القلب ويجعله أكثر استقرارا. سبحان الله الذي أمرنا بذلك وجعل ذكره طمأنينة وراحة للقلب. ولذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد آية 28، والله أعلم.